السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبت لكم شلاضة بسيطة بزاف وغزالة والمذاق روعة. مكونات ديالها جد بسيطة، يعني مكونة من الخضرة الروز. كنتمنى تبقاو معايا باش تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقة ديال هاد الشليضة اللي كتجمع ما بين ذوقين الحلو والمالح. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وما تنساوش تدعموني بابوني وبجيم وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي بيان سور الى عجباتكم. لهاد الشلاضه هادي غادي نحتاجو خضر، يعني على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر، لكن غالبا هادشي اللي كندير فيها انا. كنحتاج باربه اللي مسلوقه، سبق لي سلقتها وقطعتها طريفات صغيرة كيف كتشوفوا في الصورة. وهاد البربة هادي كنحطها على جنب وكندير فيها السكر سنيدة وكنخليها حتى كتذوب. كيف كتشوفوا هادي دابا فيها السكر سنيدة. هنا مطيشة وبصلة مقطعين رقاق، خيار حتى هو مقطع رقيق. كيف كتشوفوا انا كنقطعو بالبذور ديالو او بالزريعة ديالو، نتوما الا بغيتو تحيدوها ممكن. هنا خيزو محكوك حكاكة غليظة، هنا روز مع المايس او الذرة وشوية ديال قزبر. غادي نحتاجو مايونيز، انا ما كانش موجود عندي ديال الدار، خديت غي معلب. طبعا من الافضل يكون ديال الدار. وغادي نحتاج زيت زيتون وملح. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ داك الروز هو والذره، غادي نضيف عليهم مايونيز حسب الذوق، كاين اللي كيبغيه كتير كاين اللي لا. وغادي نخلطو مزيان حتى كيندمج داك المايونيز مع الروز. كيف كتشوفوا هاد الشلاضه فيها يعني الروز محمص شويه بالمايونيز، وغادي تكون مطيشه والبصله مالحين، وغادي تكون البربه حلوه، كتجي واعره كيف كنقولوا غزاله. غادي ناخذ زلافه اللي غادي نقدموا فيها الصالاد ديالنا. انا اختاريت ندير زلافه ديال الدجاج غير باش تشوفوا دوك الطبقات. نتوما تقدروا ديروا اي زلافه عندكم. هنا درت مليحه وقليل من الزيت للمطيشه والبصله. غادي نخلطهم. وغادي نبداو على بركة الله بتحضير الطبق ديالنا. هنا كيف قلت لكم الباربة حلوة والروز محمض شوية ومالح مع المايونيز ومطيشة البصلة مالحين. غادي نبداو تحضير الطبق. غادي نديرو الروز هو الاول، والطبقات كتبقى اختياريه اللي يعني اجباريه، وهو الباربه تكون هي اخر طبقه حيت هي الطبقه الحلوه. كنضيف الخيار اللي سبق لي قلت مقطع بالزريعه ديالو حيت كنعرفوا الفوائد ديالها. كنديروا مطيشه والبصله. من طبيعه الحال تقدروا يعني اللي ما كياكل شي مكون من هادو يستغنى عليه او يبدلو بمكون تاني. هنايا درت خيزو، هاد خيزو ما دايره فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، يعني طبيعي. كيف كتشوفوا كنحاول انني نبسط دوك الطبقات باش يجيوني باينين. هنا غادي ندير الباربه
اللي سبق لي درت ليها السنيده وخليتها حتى ذابت مزيان. السنيده ماشي كندير يعني شويه وصافي، نو كندير باش تجي حلوه. وهذا هو الطبق ديالي، كنضيف له قليل من المايونيز من الفوق كيف غادي تشوفوا، غير القليل على الوجه ديالو كنبسطو. وكنستمر بهذه الطريقه، غادي نعاود نصوب معكم زليفه ثانيه بنفس الطريقه. مرة ثانية الروز، خيار، وكنضيف المطيشة مع البصلة. وعاد كندير خيزو محكوك، طبعا كيف قلت حكاكة تكون غليظة. وكنضيف لهم الباربة حلوة. فحال الطبق الأول طبعا، كنتمنى تجربوها كتجي رائعة. وكنبدلو بها شوية يعني ديك الشلاضة المعهودة ديالنا، هذه مغايرة فردية كيف ما تقدروا ديروها يعني في طبق اللي جماعي كيف كنقولوا. ها هي الشليده ديالنا، درتها في الثلاجه وخليتها مده حتى بردات وتلقات ديك الخضره ديالها في بعضياتها كلها كيف كتشوفوا. ها هما الطبقات، كتجي رائعه. وانا بطبيعه الحال زينتها بقليل من المعدنوس، كيبقى اختياري تقدروا تخليوها عاديه. ها هي كيف كتشوفوا الطبقات، ومن طبيعه الحال كنخليوها مده في الثلاجه حتى كتلق في بعضياتها وتندمج ديك الاذواق ديال الخضره. ها هي كتجي رائعه ولذيذه، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. ومن طبيعه الحال ما تنسوش ابوني وجيم، وتشجيعكم ليا او انتقادكم مرحبا. وكنتمنى نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.